اهلا بكم يا اصحابي، معكم شركة كودكس. كودكس احنا هنعلمكم بكل بساطة البرمجة بطريقة ممتعة وطريقة معتمدة على الالعاب. تمام، ده السكراتش. سكراتش دي لغة برمجة هي مخصصة للناس اللي هي مش عارفة برمجة خالص. هي بسيطة جدا، معتمدة على البلوكس دي، ان احنا بنعمل لها دراج اند دروب وبنحطها في الاريا دي، وبناء عليه بنتحكم في الاخ الجميل ده، احنا نسميه ميكاوي. تمام، مثلا ده برنامج احنا عاملينه. البرنامج ده كل اللي بيعمله بيبدا يحرك الميكاوي ده وبيخليه يرسم رسومات كده، وبيقول كلمه كده كل ما بيرسم، اللي هي هالو كودكس. تمام، وكل شويه بيغير اللون بتاع الرسمه اللي هو بيرسمها وهكذا. فهو بيقعد يرسم الحاجه دي بشكل متكرر باستخدام كود بسيط. طب الكود ده احنا عملناه ازاي؟ احنا النهارده مش هندخل في تفاصيل الكود والكلام ده كله، احنا بس بناخد يعني سكراتش دي وايه الحاجات اللي ممكن نعملها ومين يقدر يتعلم. فسكراتش ممكن يتعلمها اي حد مش عارف برمجه، ان هي بسيطه وسهله وبنقدر نعمل بيها حاجات لذيذه. طب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نقدر نعملها؟ يعني مثلا معتمده على البلوكس دي. البلوك دي مثلا بتتحرك فيه، بتتحكم في الحركه بتاعته، فهنا بتقول له مثلا روح يمين شمال اطلع فوق او تحت او الكلام ده كله. تمام، البلوك الثاني بيتحكم في هو بيقول هلو مثلا. البلوك الثالث ده بيتحكم في الصوت اللي هو بيصدره مثلا، وتقدر بقى اللي انت عاوز تختار الصوت اللي هو بيقوله وهكذا. تمام، وحاجات تانية كتير قوي هنعرف عنها قدام واحنا بنتعلم مع بعضينا. تمام، فاحنا كده هنوقف بس البرنامج لحد ما يكمل الرسمه بتاعته ونشغله مره تاني عشان الفيديو ما ياخدش معانا وقت طويل. بس الفكره انا عاوزكم تتابعوني، هننزل فيديوهات كتير المره اللي جايه عشان تفهموا اكتر وتتعلموا معانا ان شاء الله. هيبقى في لقاء تعريف يوم 15، عاوزكم تتابعونا، وهنبقى حاطين اللينك بتاعه في الديسكريبشن. تمام، نرجع نشوف ميكاوي بتاعنا عمل رسمة جميلة كده وبدأ يرسم. طب هو بس احنا بنقدر نرسم الكلام ده بس ولا ايه؟ لا، في سكراتش ممكن تعمل بيها ألعاب كتير جدا ممتعة، وهنتفرج مع بعضينا على كام لعبة كده. دي مثلا لعبة بسيطة اسمها الميز، احنا ممكن نلعبها وتعملها انت وصاحبك. يبقى عندك 2 بلاير كده تقدروا تلعبوا مع بعضيكم وتصممها انت واصحابك، وتشوف مين فيكو اول واحد هيوصل يعني كل لاعب فيهم بيحاول يوصل للابل اللي هي في الناحية التانية. تمام، زي ما احنا شايفين كده هما بيتنافسوا مع بعضهم على مين اللي يوصل الاول وهكذا. تمام، فدلوقتي هو مثلا اللعيب ده كده قرب يوصل للابل اللي فوق، فنشوف دلوقتي لما اللعيب اللي هو اللي فوق ديت يبدأ يتحرك ايه اللي هيحصل. تمام، دخلنا على الليفل التاني وهكذا. فانت ممكن برضو تقعد تعملوا حاجات كتير وحاجات مسلية وممتعة، دي من ضمن الألعاب الكتير اللي انت ممكن تعملها معانا وكده. تمام، وتتنافس فيها انت وأصحابك. ودي تاني لعبة معانا ان احنا ممكن تنفذها، هو الراجل ده بيحاول يشوف الأبل والكلام ده كله، وهتلاقي كل ما بيلمس حاجة هو بتتزود. يعني مثلا هو أبل 2 اهو، وأدي بنانا، وكل ما هو بيكولكت حاجات زي كده هو الكاونتر اللي فوق ديت بيزيد. فانت ممكن تعمل برضو تحط لعيب تاني انت وصاحبك وتشوفوا مين اكتر واحد فيكو بيجمع بنانا وابل وكده. وكده تقدر تعمل العاب كتير باستخدام كود بسيط جدا، وحاجه ممتعه وتعلمك ازاي تفكر وتعلمك اللوجيك وكل حاجه. فمنتظرين ان انتوا تتابعونا على البيج بتاعتنا عشان هننزل فيديوهات تاني وعندنا لقاء تعريفي، ما تنسوش. وان شاء الله نعمل معاكم حاجة كويسة جدا، تبقوا مميزين. شكرا.